السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت او انت عندكم بدأ يظهر لكم جفاف في الشعر وتساقط في الشعر، خشونه في الشعر، في نفس الوقت ظهر جفاف في العين، جفاف في الفم، جفاف في المهبل، ضبابيه في الدماغ، ده يدل على نقص عنصر غذائي مهم جدا ليكم كلكم محتاجينه. لو انت كمان بدأ ابنك تركيزه يقل في التحصيل الدراسي في المدرسه، لو ابنك عنده توحد، لو ابنك عنده فرط حركه محتاجه تزودي التركيز بتاعه بصوره حلوه قوي، فانت محتاجه مكمل غذائي مهم جدا. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه من خلال تخصصي في التغذيه العلاجيه والغدد الصماء. في نفس الوقت هذا المكمل الغذائي هو الاوميجا 3. الاوميجا 3 تناولته في 3 فيديوهات سابقه وتعرفنا فيه على فوائده. النهارده هنتعرف على اعراض نقص الاوميجا 3. ايه الاعراض اللي تدل على اننا عندنا نقص الاوميجا 3، محتاجين الاوميجا 3، وهي افضل مكملات، وايه الجرعه المناسبه بالنسبه لنا، مين الناس التي يجب ان تتجنب تناول الاوميجا 3، مين الناس التي يجب ان تقلل الاوميجا 3، ومين الناس يجب ان توقف تناول الاوميجا 3. ايضا مهم جدا نعرف ليه بيحصل من اساس نقص في الاوميجا 3. اولا الاوميجا 3 زي ما ذكرنا في فيديوهات سابقه عباره عن احماض دهنيه غير مشبعه جسمنا من اساسه ما يكونهاش، فاحنا محتاجين نتناولها سواء من الاغذيه او من المكملات. الاغذيه الغنيه بالاوميجا 3 هي الاسماك الدهنيه زي السلمون والسردين، وفي نفس الوقت زيت السمك من الحاجات الحلوه قوي، بس في بعض الناس عندها حساسيه لهذه الاغذيه، في بعض الناس مش بتحب اساسا تناول هذه الاغذيه، في بعض الناس ميزانيتها من اساسه لا تسمح لها بتناول هذه الاغذيه مرتين في الاسبوع عشان تحصل على احتياجها من الاوميجا 3. طيب يا ترى ايه بقى هي الاعراض اللي تعرفنا ان احنا عندنا نقص الاوميجا 3؟ كما ذكرت في البدايه جفاف الشعر وخشونه الشعر. طب ليه؟ لان الاوميجا 3 لها دور فعال في زياده الماده الزيتيه وتكوين الماده الزيتيه في فروه الراس، فبالتالي بتساعد على نعومه الشعر ومنع خشونه الشعر. ايضا جفاف العين. طب ليه؟ لان الاوميجا 3 لها دور فعال في ترطيب العين ودور فعال في تكوين دموع العين. فاي حد عنده جفاف في العين لازم يعرف ان هو محتاج اوميجا 3 كمكمل غذائي. ايضا مهم قوي نعرف ان مش بس علاج جفاف العين هو القطرات المرطبه، القطرات المرطبه دي علاج للعرض وليس علاج للسبب. اي حد عنده جفاف في العين فهو محتاج الاوميجا 3 كمكمل غذائي، محتاج في نفس الوقت الزنك، محتاج البيتا كاروتين. ايضا من ضمن اعراض نقص الاوميجا 3 هو جفاف الجلد وخشونه الجلد. طب ليه؟ لان الاوميجا 3 مسؤول عن تكوين الطبقه الدهنيه التي تغطي الجلد وتحمي الجلد من الجفاف. اذا من ضمن اعراض نقص الاوميجا 3 وجفاف الفم. طب ليه؟ ان الاوميجا 3 فيها عنصر مهم قوي، يود. اليود من الحاجات الحلوه قوي، بتساعد على تكوين الوعاء، عشان كده في رمضان بنصح اثناء السحور في رمضان مهم قوي تتناولوا كلكم الاوميجا 3 كمكمل غذائي في وسط السحور. طب ليه؟ ان الاوميجا 3 كما ذكرت دلوقتي حالا بتساعد على تكوين اللعاب الموجود في الفم، فبالتالي بتحمينا من الشعور بالعطش طول اليوم وجفاف الفم طول اليوم والتوتر والقلق طول اليوم، لانها بتحسن المزاج كمان. ايضا من اعراض نقص الاوميجا 3 وهو الاكتئاب وتقلب المزاج، لان هي بتساعد على تكوين النواقل العصبيه المسؤوله عن السعاده. ايضا من اعراض نقص الاوميجا 3 وضبابيه في الدماغ وقله التركيز، لان ليها دور فعال في تحسين الوظائف الادراكيه والمعرفيه لينا كلنا، بالتالي اي حد عنده نقص في الاوميجا 3 هيلاقي تركيزه مش كويس. فسواء ابنك او انت او زوجك عنده مشكله في التركيز، مهم جدا نتناول الاوميجا 3 كمكملات غذائيه. ايضا من ضمن اعراض نقص الاوميجا 3 وهو نقص المناعه، لان الاوميجا 3 مسؤوله عن رفع مناعتنا ضد كل انواع العدوى وضد السرطان في نفس الوقت. ايضا من ضمن اعراض نقص الاوميجا 3 زياده نسبه الالتهابات في الجسم. كما ذكرت في فيديو سابق مهم قوي نعرف ان السبب الاساسي لكل امراض البشريه تعرضنا للالتهاب المزمن طويل الامد قليل الشده فتره طويله، بعدها بيظهر المرض. عشان كده التهاب المفاصل مهم قوي، اي حد عنده التهاب المفاصل، اي حد عنده مرض مناعي زي ماست روماتويد، اي حد عنده التهابات في الجسم لازم يعرف ان الاوميجا 3 مكمل غذائي حلو قوي هو محتاجه، ومحتاج يقلل التهابات في الجسم عن طريق الاوميجا 3. طيب بالنسبه لالتهاب المفاصل طبعا مهم قوي نعرف ان مش بس علاجه الاوميجا 3، مهم قوي ناخد معاه مكملات حلوه قوي تحتوي على الجلوكوزامين كوندرويتين سلفيت ام اس ام، مهم قوي مع الاوميجا 3. اي حد عنده التهاب نتيجه روماتويد، او اي حد عنده التهاب نتيجه نقص وظيفه الغده الدرقيه او زياده وظيفه الغده الدرقيه نتيجه اجسام مضاده هجمه الغده الدرقيه، في الحاله دي كلهم محتاجين تناول الاوميجا 3 كمكمل غذائي. ايضا من علامات نقص الاوميجا 3 وهو صغر حجم الثدي بعد سن ال 45
وكرمشة الجلد اللي فوق الثدي، ودي حاجة بتحصل في السيدات كلها بعد سن 45 أو 50. عشان ما يحصل لكيش كده احرصي على تناول أوميجا 3 وكبسولة فيتامين إيه 400 وحدة يوميا، عمره يحصل لك كرمشة في صدرك ولا صدرك يصغر مهما كبرتي. من ضمن أعراض نقص الأوميجا 3 هو زيادة استعدادنا للجلطات وزيادة استعدادنا للسكتات الدماغية والسكتات القلبية. طب ليه؟ إن الأوميجا 3 له دور فعال في تقليل نسبة الدهون الثلاثية في الدم وزيادة سيولة الدم بالمعدل الطبيعي. فبالتالي أي حد جاله جلطة أو أي حد عنده نسبة دهون ثلاثية عالية، ده معنى كده المريض ده محتاج أوميجا 3 وعنده نقص في الأوميجا 3، محتاج الأوميجا 3 كمكمل غذائي عشان يقلل نسبة الدهون الثلاثية في الدم ويساعد على الحفاظ على سيولة الدم في المعدل الطبيعي وبالتالي يحميه من الجلطات. نيجي بقى لنقطة تانية مهمة بقى، ايه هي افضل مكملات الاوميجا 3 وايه الجرعه المناسبه ومين الناس التي يجب ان تتجنب تناول الاوميجا 3 ومين الناس التي يجب ان توقف تناول الاوميجا 3؟ افضل انواع الاوميجا 3 هي الاوميجا 3 الخاليه من الزئبق اللي مكتوب عليها ميركوري فري، سواء الاطفال او المراهقين او الشباب او الكبار مهم جدا يحرصوا على تناول الاوميجا 3 الخاليه من الزئبق او الميركوري فري. بالنسبه للاطفال في بنزل اوميجا 3 في منها شرب وفي منها جمي. بالنسبه للشراب عشان مشكله الاوميجا 3 ان هي عباره عن جزء من مكونات زيت السمك، فاحنا لو تركناها بره الثلاجه بتعمل زفاره كده وريحه سيئه وبتكره الولاد ان هم ياخدوها، عشان ما يحصلش كده معاك يجي وضعه في الثلاجه. بالنسبه للكبار الاوميجا 3 في تركيزات في 1000 في 1200 في 2000، مهم قوي نعرف ال1000 وال1200 وال2000 دي كلها نسبه الاوميجا 3 اللي فيها من 30 ل40%. حلو قوي ناخد كبسوله في وسط الفطار وكبسوله في وسط العشاء. طب ليه في وسط الفطار وفي وسط العشاء؟ ان الأوميجا 3 كبسولة زيتية ممكن تسبب ارتجاع في المريء أو حرقة في المعدة لو احنا تناولناها بعد الأكل. الناس اللي هي ماشية على أدوية سيولة أو مركبة دعامة يجب أن تتواصل مع الطبيب المعالج وتقلل أدوية السيولة الماشية عليها وتدخل أوميجا 3 تدريجيا واحدة واحدة. طب مين الناس التي يجب أن تتجنب تناول أوميجا 3؟ الناس اللي هي عندها حساسية الأسماك وحساسية الأوميجا 3. طيب في حاجة تانية مهمة أيضا، إمتى نوقف تناول أوميجا 3؟ لو احنا هنعمل عملية بعد اسبوع او بعد اسبوعين يجب ان نوقف تناول اوميجا 3، لان اوميجا 3 بتزود سيولة الدم، ولو احنا عملنا عملية واحنا عندنا زيادة في سيولة الدم للاسف ممكن تزود سيولة الدم تعمل نزيف. الخلاصة ايه؟ مهم جدا نحرص كلنا على تناول اوميجا 3 كمكمل غذائي، سواء الاطفال او المراهقين او الكبار او السيدات او الرجال، لانه مهم جدا لجسمنا. مهم جدا نعرف لو احنا عندنا جفاف في الشعر، جفاف في العين، جفاف في الفم، جفاف في الجلد، ضبابيه في الدماغ، اكتئاب، تقلب مزاج، في نفس الوقت زياده التهابات في الجسم، ده يدل على نقص الاوميجا 3، ولازم نتناول الاوميجا 3 كمكمل غذائي. مع تمنياتي بالصحه والعافيه للجميع، والسلام عليكم.